انفجاران يهزان مركز المدينة ليلة أمس، هذا ما خلفه الأول الذي استهدف المصرف الإسلامي في شارع الاستقلال، والذي تم بواسطة عبوة محلية الصنع بحسب شهود عين. خرق أمني تتجدد معه المطالبة بضرورة ضبط الأمن وملاحقة المتنفذين حفاظا على أمن واقتصاد البصرة. يعني صراحة احنا ما صدقنا يرجع الشغل، ترجع الأمان هنا بالبصرة، حتى الشركات الأجنبية تبدي استقرارها وترجع مشاريعنا الكبرى مثل ما نقول، يعني كشركات مقاولات نشوف هذا الأمر انه راح يزعزع الاستقرار الاقتصادي صراحة بالبصرة، لأن يعني راح هواي الموفدين ما راح يقدرون يجون، لأن يعني الوضع الأمني صراحة تعبان جاي يصير. جهات متمكنة هذا الموضوع، يعني بأي وقت يريدون أن يسوون فت قضية تخل بالأمن، هذا فشي مو صعب عليهم. بالتالي على الجهات الأمنية وعلى الجهات المعنية الحكومية الوزارية، سواء كانت وزارة الداخلية أو الأمن الوطني أو الجهات الأخرى المرتبطة برئاسة الوزراء، اتخاذ الأمور الحاسمة بهذا الموضوع والإعلان عن الأشخاص المتورطين بهذه التفاصيل للحد من هذه القضية أو القضاء عليها. الحادث الثاني نفذ بطريقة مشابهة للحادث الأول، فبحسب كاديرها ألقى مجهولون عبوة صوتية محلية الصنع أمام إحدى الشركات المختصة بالخدمات الأمنية، والتي تتخذ أحد المنازل في منطقة مناوي باشا وسط البصرة مقرا لها. حادث يجدد المطالبة بضرورة توفير الأمن وردع العصابات المتسببة بزعزعة أمن المدينة. الخروقات الأمنية اللي تحدث في البصرة أو اللي تحدث في عموم العراق تؤثر تأثير كبير على الاقتصاد العراقي وعلى اقتصاد المواطن، باعتبار أنه إحنا موردنا الرئيسي اليوم اللي نعتمد عليه بالعراق هو النفط، فلا بد من حماية الشركات النفطية، حماية المستثمرين، حماية الشركات الأهلية اللي داخلة تعمل في قطاع النفط، ولا بد من توفير جو أمني ملائم لحفظ اقتصاد البلد. أعضاء مجلس إدارة المصرف والشركة الأمنية رفضوا الحديث لوسائل الإعلام بخصوص الاستهداف، أسوة بما فعلت الجهات الأمنية التي فتحت تحقيقا بذلك الخصوص على أمل الوصول للمنفذين، خلافا للتحقيقات السابقة بذات النوع من الخروقات الأمنية والتي لم تظهر نتائجها حتى اللحظة. مطالبات شعبية وأخرى إعلامية بضرورة ضبط أمن البصرة حفاظا على عصب العراق الاقتصادي من الاختلال نتيجة الخروقات الأمنية. من البصرة، أركان تقي، قناة التغيير.